سيروا بسم الله. لا تقتلوا طفلا ولا امرأة. ومن وضع سلاحه فهو آمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الجهاد في سبيل الله، إخوة الشعب المرابض المصابر المجاهد الذي انطلق بثورته في أرض الشام المباركة وفي ثورة طيبة مباركة، أتوجه إليكم في هذا الشهر المبارك العظيم لأقول لكم إن الله عز وجل خص شهر رمضان بالعمل والبذل والجهد والجهاد والاجتهاد في سائر أنواع الطاعات، ولم يكن شهر رمضان في يوم من الأيام شهر كسل أو خمول أو دعة أو طعام أو شراب على نحو ما تفيد الإحصائيات اليوم. ويا للأسف من أن استهلاك المسلمين للطعام والشراب في رمضان يتضاعف. شهر رمضان وشهر الانتصارات بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وأبعاد. غزوة بدر الكبرى التي هي أول لقاء بين الحق والباطل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هذه الغزوة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا والتي كانت البوابة لسائر الانتصارات، كانت في 17 من رمضان. فتح مكة التي كانت أرض أوسان قبل الفتح وصارت أرض التوحيد إلى قيام الساعة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، كانت أيضا في رمضان. فتح الأندلس في عام 92 للهجرة كان كذلك في رمضان. فتح البرتغال وسائر يعني ما وراء الأندلس أراض كثيرة كان بعد 10 سنوات من هذا التاريخ في العام 102 للهجرة. معركة بواتيه بلاط الشهداء كانت كذلك في رمضان. حطين التي نتغنى بها ويتغنى بها أجيالنا، معركة صلاح الدين الأيوبي، الرجل القائد المسلم الكردي الذي قاد العرب والكرد وسائر الأمة إلى نصر مظفر بإذن الله، كانت كذلك في رمضان. معركة عين جالوت التي كانت النقطة الفاصلة في تاريخ هذه الأمة بعد أن اجتاحت جحافل التتار الهمجيين سائر بلاد المسلمين ومزقت حضارتهم، ثم بدأ التحول من عين جالوت، هذه المعركة أيضا كانت في رمضان. معركة حارم بين عماد الدين زنجي والصليبيين كانت كذلك في رمضان وكانت معركة فاصلة. معركة ملاذ الكرد الشهيرة بين المسلمين والروم كذلك، وهي في أرض الشام، كانت كذلك في رمضان. ماذا أحدثكم عن شهر رمضان وعن الانتصارات في شهر رمضان؟ حتى إخوتنا وفصائلنا المجاهدة الآن تحقق خلال السنوات السابقة بدءا من المظاهرات إلى الحالة الجهادية المسلحة التي وصلت إليها وارتقت إليها، تحقق خلال شهر رمضان وفي شهر واحد ما لا تحققه في سائر الأشهر. بركة وتوفيق وجهاد وأرواح تصعد إلى بارئها وهي صائمة في شهر الصيام، وانتصارات مظفرة ومباركة في ثورتنا، ثورة الشام المباركة، وكذلك يعني إنزال للغيظ والكيد بالأعداء المتمثل بالعدو النصيري الطائفي البعثي الإلحادي المجرم، كل هذا يجري وجرى في رمضان. ومن يدري، فلعل تحرير القدس مرة أخرى وعودة عزة الأمة من حطين جديدة ستأتي لابد قادمة بإذن الله، ستكون أيضا
في شهر رمضان المبارك. شهر رمضان أيها السادة هو شهر العمل، شهر رمضان هو شهر النشاط، شهر الاجتهاد، ليس شهر المسلسلات ولا شهر الدعة ولا شهر الفساد والانحراف والفوازير والراقصات والخيبات الرمضانية التي سموها خيمات رمضانية وجاءتنا من بلد مجاور ثم انتشرت في بلادنا، فكانت سببا في كل ما يجري أو سببا من الأسباب في كل ما يجري فينا الآن. أعرضنا عن الله في رمضان وأقبلنا على الشيطان في رمضان ونسينا الخالق والرازق والمعطي والمانع، وعشنا حالة من التكاسل ونسينا جهادنا وأرضنا وكرامتنا، حتى أيقظتنا ثورة الشام، أيقظت فينا كل المعاني الطيبة التي أكرمنا الله عز وجل بها، أكرم أمتنا، أكرم سلفنا الصالح، أكرم الصحابة والتابعين وتابعيهم ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين، حتى التحقنا بالركب مرة أخرى ولله الحمد. وكل ذلك في رمضان. رمضان في الشام له طعم آخر غير طعمه في بلاد كثيرة وفي دول مجاورة يتحول فيها الإسفاف إلى أحط مراحله، بينما رمضان في الشام رمضان جهاد ونصر واستشهاد وظفر وتوفيق. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا تهدموا بيتاً، لا تغدروا ولا تخونوا، لا تجهزوا على جريح،